كما هو حال باقي زملائها، تتهيأ نجات لتوديع فصلها الدراسي قبل الأخير بعد 3 سنوات قضتها مع بقية زملائها في المعهد الصحي. بذلوا خلالها قصارى جهدهم في التحصيل العلمي، ولم تستطع أوضاع المعهد المتعثرة أن تحبط معنوياتها في تحقيق حلمها. المجتمع الصحي نحن اخترناه من بداية الكليات لأنه أحسن مكان لحد الآن، يعني لأن الكليات أكثرتهم جالسين بدون وظائف، لكن المعهد الصحي تقدر أنك تخدم بلدك، تخدم منطقتك، تقدر أنك تمارس مجال الصحة في أي مكان. بعيدا عن اهتمام السلطات الرسمية وعلى الرغم من افتقاره للأدوات التطبيقية، ما يزال معهد العلوم الصحية في محافظة أبين الذي تأسس منتصف القرن الماضي يستقبل العديد من الطلبة القادمين من مدن المحافظة والمحافظات الأخرى. نستقبل سنة ونوقف سنة بهذا الحدود، وهذا بسبب أن المعهد تم إعادة ترميمه في 2014. كان المعهد من المقرر له أن يتم ترميمه وإعادة هيكلته في 2011، ولكن استوت الحروب فتأخر الموضوع الترميم والتأهيل إلى 2014. نعاني مشكلة كبيرة حيث أن الموظفين حقنا لم يباشروا أعمالهم، 58 موظف يباشروا وخمسة أنفار وستة أنفار فقط، وأغلب الموجودين عندنا متعاقدين، والسبب لعدم استلام مرتباتهم في الوقت المحدد. في ظل استمرار وضع المعهد على ما هو عليه وغياب دور الجهات المعنية في انتشاله من حالته، والعمل على توفير أبسط المقومات الأساسية لاستكمال مسيرته التعليمية، يبدو المعهد مهددا بالتوقف في أي لحظة. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.